كي اتروفك المشاكل كاع لهالدرجة؟ ماشي اتروفي، ولكن كاينين واحد الناس كيتاثروا معاك بلا ما تحس. والديك، خوتك، الناس اللي عزيز عليهم نتايا، خصوصا دابا بنتك، فهمتي، مراتك، بزاف الحوايج. طحتي ديبريسيون؟ اه. بنتك حيت تحرقات؟ اه. عاود لينا. كذبش عليك هاد اللعيبه ما تنحملش نجبدها، ولكن ضروري خلينا نعاودها. واحد الصباح فقش، فاقت وئام كتلعب معايا بحكا، تلعب انا وياها، فاقت جات حدايا وصافي بحال قلتي باغا تبقى حدايا، بحال حسات شويه وهي تمشي تبعت ماما الكوزينه، صافي جرات هذاك الفرن، واحد الفرن ديال الزاج جرات بحكا طالع داك الشيء تيطيب. كان سخون. انا ما سمعت الغوشه ما كنجري ما فهمتش صافي. حد اعتقتها درتها تحت الماء، طلقتها على الماء، فسخت لها حويجه وداك الشيء. مشيت للسبيطار صافي، ولكن دابا ما بقى لا سيكاتريس لا والو، واحد شويه سيكاتريس هنايا اللي بقى عتقنا مكريشو. بكيتي ديك اللحظه؟ بوحدي. بوحدك؟ بوحدي في الدار وحاشاك في الطواليط ديال 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 السبيطار. وشنو كنتي كتقول لراسك بينك وبين راسك؟ كنقول ما نكونش انا هو السبب واقيلا، فهمتي، كون انا بقيت شاده ديك الساعه ما خلاتش نمشي للكوزين، فهمتي، بقاو يطيحوا عليك بزاف بزاف اللعيبه. الله يخليها لك. امين يا رب. باقي مأثره في هذه القضيه ولا لا؟ لا كنحاول ننسى باش ما نحسسهاش شي مشكل. مي طحتي ديبريسيون شنو كانت؟ ما كاينش كيجيك النعاس؟ تعني بالضمير؟ ديك الايام الاولى ما نعسش، حتى الايام الاولى ما نعسش نهائيا. من بعد ما بقيتش كنقدر نجاوب في التليفون ولا فاش كيصون عليا التليفون شي حاجه تنتخلع. ناوي دير شي اغنيه على قبل هذا الموضوع؟ عندي اغنيه سميتها وئام كاينه في الالبوم. ديجا كاينه كتحكي على هاد الحرقه؟ لا ما تتحكيش على الحرقه، ولكن تتحكي على الاحساس تجاه ديالي تجاه البنيه، داكشي اللي تنحس به من جهتها.